قولي بقى دحين. والإشهادات. إي الله يعطيكم العافية، هذا السؤال اللي دائما يتعي. السلام عليكم. اوكي كده تمام. تمام، تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، أهلا بالسادة الحضور وأهلا بكم في ويبينار جديد تابع لمجموعة سيمينارات معامل البرج. اليوم بنرحب أستاذنا وزميلنا الدكتور محمد كمال سليمان نقشبندي، أستاذ الفيروسات الطبية المساعد بقسم الكائنات الدقيقة والطفيليات الطبية كلية الطب جامعة جدة. دكتور محمد خريج بكالوريوس طب وجراحة جامعة الملك عبد العزيز، ماستر اند بي اتش دي ماجستير ودكتوراه الطب الجزيئي والفيروسات الطبية بجامعة مانشستر. دكتور محمد بنرحب بيك معانا وشغوفين ومنتظرين هذه اللقاء من زمان. كل ما يخص الـ HIV أو فيروس نقص المناعة بما له وما عليه. دكتور محمد يزيد فضلك، شكرا دكتور شريف وشكرا للجمعية ومختبرات البرج على هذه الفرصة الأكثر من رائعة. صراحة سعيد جدا وأتشرف بأن أنا أكون ضيف معاكم اليوم. بإذن الله حتكون عندنا محاضرة، السكوب عندنا حيكون نبدأ بشكل بسيط للتعريف عن متلازمة نقص المناعة المكتسب، ومنها نعمل زي ما يقولوا تثقيف عن الـ عن الـ 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 المرض هذا. فنبدأ بسم الله العرض. فأولا أرحب بالزملاء والحضور كامل، وشكرا لكم على تخصيص هذا الوقت، وبإذن الله تكون محاضرة يعني بسيطة ومفيدة وممتعة للجميع بإذن الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. زي ما تفضل البروف الله يعطيه العافية عرف عني بشكل جميل جدا، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. حنبدأ محاور اللقاء هذا بما هو مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب، هو ما يعرف بالإيدز. بعده إيش المسبب لهذه المتلازمة، وهو فيروس نقص المناعة البشري، ونظرة عن طرق الإصابة بالعدوى، طرق الفحص، ومن ثم التعايش والوقاية. وآخرها هبدأ بس بالتذكير ببعض النشاطات المجتمعية اللي احنا نقوم بها، مثل يوم الإيدز العالمي تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، ومستجدات الأبحاث بالخصوص. هو بحث واحد اللي ممكن يكون له أثر كبير بإذن الله في السيطرة على هذا المرض. نبدأ اليوم أولاً، وهي الإحصاءات منظمة الصحة العالمية، وهذه الإحصاءات إلى عام 2020. فالعدد التقديري للأشخاص المصابين بالفيروس الآن هو حوالي 37 مليون شخص، وعدد الأشخاص اللي توفوا خلال عام 2020 بسبب المضاعفات والأمراض اللي هي تنتج بسبب نقص المناعة عن طريق الإصابة بالفيروس كان حوالي 680 ألف. والتقدير أنه بيتم إصابة 1.5 مليون شخص سنوياً كل عام، فهذا كان علينا عام 2020. هذه النسبة اللي هي 73%، وهم من الأشخاص البالغين المتعايشين مع الفيروس. المصطلح اللي احنا نستخدمه متعايشين، وما نقول تحت العلاج أو أنهم بيتخلصوا من الفيروس، بسبب أنهم للأسف ما عندنا إلى الآن علاجات تتخلص من الفيروس تماما، وإنما عندنا مضادات فيروسية تساعد في السيطرة على الفيروس. فنجينا نقول بش متلازمة نقص المناعة المكتسب أو الإيدز. فالكلمة الإنجليزية اللي هي Acquired Immune Deficiency Syndrome، أو اختصارها يكون AIDS. وكلمة متلازمة تعني مجموعة من الأعراض ومجموعة من المضاعفات تكون يعني تيجي مع بعض، هذه ترجمة كلمة متلازمة.
من المسميات الأخرى المتلازمة نقص المناعة المكتسب هو متلازمة العوز المناعي المكتسب، أو في الدول الناطقة بالفرنسية يسموه السيدا، أو كان أول ترجمة قرروا يسووها باللغة العربية كانوا يسموها التنقسم، لكن المصطلح ده ما بيستخدم تقريبا أبدا. فمتلازمة نقص المناعة المكتسب مجموعة من العلامات والأعراض والمضاعفات، وهي تحدث نتيجة تلف الجهاز المناعي. ويتلف الجهاز المناعي بسبب إصابة الشخص بفيروس نقص المناعة البشري، وهذا الفيروس يعمل على تدمير الخلايا الليمفاوية، بالتحديد الخلايا التائية المساعدة helper T cells specifically CD4 أو بالعربي عنقود التمايز الرابع. هذه المجموعة الكلاستر ده كلاستر differentiation، المجموعة دي يصير لها destruction وتبدأ تدمر شيئا فشيئا. تتطور الإصابة من الفيروس إلى الإيدز، ويبدأ الأعراض ويبدأ تعريف الإيدز يبدأ بأنه يكون موجود أنه إصابة بالإيدز وليس الفيروس لوحده، عند انخفاض عدد الخلايا التائية المساعدة. هذه ليش بيبان؟ لأنه الخلايا التائية المساعدة تلعب دور أساسي في المناعة الخلوية، وهي تشكل جزء جدا مهم من المناعة المكتسبة. في حال درست الموضوع هذا بالإنجليزي، والميكانيزم اللي بيصير له disruption cellular immunity therefore there will be a reduction in the acquired immunity عند الشخص، فما يقدر يحمي الجسم من الإصابات. عند نقص المناعة هذا يحدث بأن الجسم يصبح معرض بشكل كبير لسرطانات والتهابات معدية، يعني يلقى معظم المصابين حتفهم بسبب هذه الالتهابات، واحنا نسميها التهابات انتهازية لسبب بسيط، وأنه لو كان الجسم في حالة مناعة سليمة وما في ضعف في المناعة ما تصيب، ربما ما تصيبه هذه الأمراض، أو حتى إن أصابته ما تصيبه بشكل يؤثر على صحته. فيروس نقص المناعة البشري، وهنا رسمة بسيطة تبين شكل الفيروس، وله أسماء أخرى. فالاسم الآخر اللي يستخدم دائما وهو فيروس العوز المناعي البشري، وهو ترجمة العربية المعتمدة. ينتمي هذا الفيروس إلى عائلة من الفيروسات، وسمى الفيروسات الراجعة بالعربي أو بالإنجليزي retroviruses. والفيروس هذا يحتوي على نسختين من سلسلة الحمض الريبي الموجبة، وهي two copies of single-stranded positive sense RNA. ليش كان الفيروس هذا يسمى بالرجعي أو ريترو فيروس؟ وهو بسبب الحياة، دورة الحياة للفيروس أو الفيرال لايف سايكل، يحدث فيها ستيب خطوة مختلفة تماماً عن بقية الفيروسات، وهو أنه بيتحول الـ RNA إلى DNA، وهو اللي يبدأ عملية التكاثر للفيروس، ومن ثم يرجع مرة تانية. العدوى الأولية بالفيروس احنا نسميها العدوى الأولية أو primary infection. الأعراض اللي تظهر منها تظهر بفترة قصيرة جدا بعد الإصابة، عادة احنا نقول خلال شهر، لكن الأعراض غير دقيقة، منها ارتفاع درجة الحرارة، آلام العضلات أو المفاصل أو الطفح الجلدي، تقرح في الفم أو الأعضاء التناسلية، وغيرها من الأعراض الأشبه ما تكون بأعراض نزلات البرد. لكن العدوى السريرية تعتمد تماما على مدى تأثر الجهاز المناعي ومقاومته، والفترة من الإصابة الأولى إلى بداية الكلينيكال انفكشن أو الكلينيكال مانيفستيشن قد تمتد من 10 سنوات حتى 10 سنوات من دون ظهور أي أعراض على الإطلاق، ومن بعدها تبدأ.
مرض الايدز مرض بطيء جدا في الظهور، ويحتاج وقت طويل من فترة الإصابة حتى ظهور الأعراض السريرية. بالنسبة للعدوى الأولية هي مهمة، يعني الآن أصبح في عندنا بروتوكولات مختلفة للعلاج وللحماية وللوقاية من المرض. فالعدوى الأولية صار لنا اهتمام أكثر بها من فترة سابقة، لما ما كان عندنا إمكانية إنه نقدر نتدخل أو نفيد المريض في خلال هذه الفترة. وزارة الصحة بتقوم مشكورة بحملات توعوية كثيرة جدا بخصوص مرض الإيدز، لأنه مرض الإيدز من الأمراض اللي أصبحت منتشرة حول العالم، عدد المصابين كبير، وللأسف لا يخلو مجتمع من مصابين بمرض الإيدز. والسبب الآخر إنه مرض الإيدز مرض إلى الآن ما عندنا وقاية كاملة منه أو علاج كامل منه، فيجب أن إحنا كمجتمع نتعايش معاه ونفهم المرض ونفهم كيف نقدر نحمي الفرد والمجتمع من الإصابة بالمرض هذا، وكيف نسيطر عليه في حال حدث لا سمح الله. البوستر اللي موجود أمامكم بيشرح الأعراض الأولية، إنها غالبا خلال شهر أو شهرين وتكون مثل الإنفلونزا. الأعراض المتأخرة أو المزمنة بس هي سببها إنه وجود الالتهابات الانتهازية وضعف الجهاز المناعي، فمنها التعرق الليلي أو الصداع أو ارتفاع غير مبرر في درجات حرارة الجسم، الإسهال والطفح الجلدي وفقدان الوزن وغيره. طرق الإصابة بالعدوى، يوجد الفيروس في سوائل الجسم المصاب. هو بما أن الجسم ما لا يتمكن من التخلص تماما من الفيروس، فالفيروس بعد الإصابة يصل لمرحلة احنا اللي نسميها زي البلاتو، ويكون موجود دائما في سوائل الجسم ما لم يتم معالجة المصاب. السوائل الجسم مثل الدم، السائل المنوي، الإفرازات المهبلية، وسائل ما قبل القذف، وحتى حليب الرضاعة كلها موجود فيها الفيروس. وينتقل الفيروس نقص فيروس نقص المناعة البشري عندما يحدث تماس مباشر ما بين الدم أو الأغشية المخاطية لشخص سليم وسوائل جسدية من مصابة بالفيروس. قد تحدث بحالات كثير هذا الشيء، منها إنه خلال الاتصال الجنسي مع شخص مصاب، منها عن طريق نقل الدم الملوث بالفيروس، خاصة عند للأسف مشاركة الحقن الثاقبة للجلد مثل متعاطي مخدرات أو ما إلى ذلك. من الطرق الأخرى برضو الأدوات التي تثقب الجلد بشكل عام، منها شفرات الحلاقة. ولهذا السبب يعني قامت وزارة الصحة بالتعاون مع البلديات مشكورة بإلزام جميع صوالين الحلاقة باستخدام الشفرات الاستخدام الواحد، حتى لا يتم نقل الأمراض في المجتمع. برضو بالنسبة للممارسين الصحيين، هو شيء مرة مهم، الأدوات الثاقبة للجلد، وهي كيفية التخلص بشكل سليم من الإبر و الأدوات الحادة في المنشآت الصحية بعد استخدامها. فهذا شيء جدا مهم، ودائما احنا نذكر عليه زملائنا وزميلاتنا في المجال الصحي. وقد ينتقل المرض من الأم المصابة إلى جنينها خلال الحمل أو الولادة أو الرضاعة. وهنا نضع يعني خطوط كثيرة، يجب التثقيف ويجب الفحص للأم خلال فترة الحمل، حتى نضع البروتوكولات المناسبة خلال فترة الحمل والولادة والرضاعة لحماية الأم وطفلها يعني بتوفيق الله. فالآن قامت وزارة الصحة بتعميم إلزامي، وهو يجب فحص الأم خلال فترة الحمل لفيروس
فيروس نقص المناعة البشري. والبوسترات اللي بتعملها وزارة الصحة صراحة جدا جميلة وجدا سهلة لأي أحد يقدر يأخذها يعني تفهم. فيعني الله يعطيهم العافية، هذا مجهود جبار في تثقيف المجتمع. ونفس الكلام اللي قلناه قبل شوية محطوط على شكل بوستر يشرح طرق انتقال العدوى من الشخص المصاب إلى الشخص السليم. طيب، نيجي على شيء جدا مهم، وهو أن يجب فهم مرض الإيدز وانتقاله وفيروس نقص المناعة وكيف ينتشر في المجتمع، لسبب وجود حتى الآن وصمة، يعني مو لهذه الدرجة، لكن الوضع أفضل بكثير من ما مضى من بعد حملات التثقيف المستمرة، وهو وجود نوع من وصمة العار أو الخوف أو زي ما نقول تهميش لمصابين الإيدز من المجتمع، وهذا لا يجوز. وهذه بعض احنا نسميها الخرافات أو myths that we have to stop from spreading. فمن أهم الخرافات اللي هي لازم تنتهي تماما، وهو أنه فيروس الإيدز لا ينتقل عن طريق المصافحة، لأنه ما يخرج إلا لازم في اتصال بين سوائل الجسم. فمصافحة ما تنقله، لا ينتقل خلال الجو، ولا ينتقل عن طريق مشاركة أماكن العمل والدراسة، ولا ينتقل عن طريق الأكل. فلا نخاف إنه لما ناخد مثلا في الأكل في المطاعم أو ما إلى ذلك وما شابه، ما هو وسيلة نقل لفيروس الإيدز، لفيروس نقص المناعة البشري والـ HIV. ما ينتقل عن طريق الأكل، ما ينتقل عن طريق الشرب، ما ينتقل عن طريق المصافحة، ما ينتقل عن طريق العناق، ما ينتقل عن طريق نواقل المرض، ما ينتقل عن طريق الهواء. نواقل المرض مثل البعوض أو ما شابه من الـ vectors اللي موجودة، ولا ينتقل أيضا عن طريق استخدام المرافق العامة. فهذا من الأشياء المهمة جدا إنه لازم نذكر بها الناس، حتى يعني زي ما يقولوا ما نخلي مريض الإيدز أو المصاب بالإيدز يعيش حياة منعزلة تماما أو isolated عن المجتمع، وهو ما هيقدر ينقل المرض لهم في ظروف الحياة العادية. بالنسبة لفحص الإيدز، فحص الإيدز درجات. طبعا حضراتكم ممكن تكونوا ممارسين صحيين، فتعرفوا إنه عندنا درجات. في البداية نبدأ بالفحص السكرينينج، ومن بعدها نقدر نعمل فحوصات كونفرماتوري. فبشكل جدا مبسط، يعني فحص الإيدز غالبا ما نبدأ بكشف فيروس نقص المناعة، بوجود فيروس نقص المناعة البشري بالكشف عن الأجسام المضادة التي ينتجها الجهاز المناعي نتيجة لوجود الفيروس في الجسم أو في الدم. هذا الأساس. أما بعد ما نتأكد بالفحوصات الأخرى، فعندنا فحوصات لمراقبة العدوى. والفحوصات المهمة عندنا في مراقبة العدوى، وهو احنا اللي نسميه وضع الجهاز المناعي في بالنسبة للمصاب، وهو عن طريق فحص تعداد الخلايا التائية المساعدة اللي هو CD4. والثاني ما يسمى بالعربي اللي هو فحوصات الحمل الفيروسية، وبالإنجليزي اللي هو الفايرال لود، ونقدر نسويه عن طريق أجهزة البرمجة اللي هي البوليمريز تشين رياكشنز، نبدأ PCRs عشان نقدر نعرف إذا كان الفيروس قديش موجود. في تفصيل جدا كبير جوتها، يعني أي هدف ندور عليه، متى وكيف، لكن بشكل عام هذا الأشياء اللي هنستخدمها. فنيجي إيش المهم بالنسبة لعامة الشعب والمجتمع، وهو إنه وزارة الصحة بتقوم مشكورة
وأنشأت برامج لإجراء الفحص بمراكز الفحص الطوعي والفولنتري، وأي شخص يقدر يروح شك خايف حاب يطمن يقدر يروح، والفحص طوعي تام، ما يحتاج إنه يحجز موعد أو شيء زي كذا، مجرد إنه يتصل ويحيي على وزارة الصحة وهم يوجهوه فين أقرب مركز يروح له. الفحص لا يجري دون موافقة، الفحص يكون بسرية تامة، لا يؤخذ أي بيانات شخصية للمريض إلا برغبته المريض تماما، ويتم أخذ العينات، تظهر النتائج خلال 5 دقائق، وهو هذا السكرينينج الأولي. السكرينينج الأولي بسريع، ما تعلن النتائج إلا بموافقة المراجع، ويوجد استشاريين متخصصين للإجابة على كافة الأسئلة والمناقشة، ويحول برضو للفحوصات التأكيدية تحت طلب المراجع. فهو فحص طوعي تام، والهدف منه مساعدة المجتمع بالاطمئنان، واحد، واثنين اللي هو متابعة المرضى وعلاجهم أحسن على أفضل صورة ممكنة. لماذا دائما نستخدم كلمة التعايش ومن بعدها ثم الوقاية؟ التعايش لأنه لا يوجد علاج شافي، ما في علاج يزيل الفيروس تماما من الجسم، فهو لا يوجد علاج شافي للفيروس حتى الآن، ولا يوجد لقاح للوقاية حتى الآن، لكن يعني بعدين في نهاية الجلسة إن شاء الله أطلعكم على بعض المستجدات عن اللقاحات بالنسبة لل HIV. لكن بالنسبة للعلاجات، تستخدم مجموعة من مضادات الفيروسات، احنا عادة نقول تريبل ثيرابي أو علاج رباعي أو ثلاثي على حسب الحال، وهي لتثبيط الفيروس، ما نخليه يقدر يوصل لدرجة عالية بحيث إنه هو يأثر على الجهاز المناعي. والجهاز المناعي من بعد ما تبدأ المضادات الفيروسات في عملها والحمل الفيروسي يهبط، فإن الجهاز المناعي يبدأ بالتحسن، ونقدر نشوف في مؤشرات الـ T helper cells الـ CD4 تبدأ الأعداد حقتها تبدأ تزيد، وكل ما تزيد الأعداد يبدأ الجسم في محاربة المرض بشكل أفضل. الأمراض الانتهازية ما زي العدوى البكتيرية الأخرى، عدوات البكتيرية الأخرى وما شابه. لكن يجب الاستمرار في استخدام المضادات الفيروسية مدى الحياة، معلش أنا في خطأ، ومع الاستخدام للمضادات الفيروسية وتحور الفيروسات، فهنالك وتم وجود ويوجد مقاومة للمضادات الفيروسية، فهذه هي مشكلتين. المشكلة الثالثة الحمد لله ما نواجهها هنا في المملكة، وهو إنه حكومتنا الرشيدة تقوم بتوفير العلاجات بالمجان، لكن في دول أخرى العلاج غالي جدا، وللأسف يا يكون عن طريق مؤسسات خيرية أو حكر فقط على الأغنياء. فالحمد لله إحنا ما عندنا هذه المشكلة، ولكن على الرغم من ذلك هذه العلاجات مكنت المصابين من عيش حياة طبيعية، وحدت أيضا من خطورة وانتشار العدوى. فلو رجعنا بالإحصائية الأولى اللي قلناها، اللي هي الآن في
حوالي 37 مليون مصاب. أثناء أول ما ظهر الفيروس وما كان العالم عارف عنه، بدأ اللي احنا نسميه الوباء ينتشر في أمريكا وأوروبا، كان بداية الإبيديميك، كان العدد أكبر بكثير من الآن. هو نسبة تناسب يعني، حتى أصلا يعني كان تعداد السكان وقتها كان أقل، لكن برضو كان عدد المصابين أكبر. فهنا أبغى أنوه على موضوع الإصابة الأولية. الإصابة الأولية قلنا أنه تحدث بشكل ما له أعراض، ما لها أعراض زي ما يقولوا واضحة جدا، لكن في بروتوكولات تحمي بعد ما المريض ينحدث اتصال جنسي مع شخص مصاب، أو في حالات قضائية أخرى نعرفها يعني، مثلا لا سمح الله مثل الاغتصاب أو ما إلى ذلك. ففي علاجات خاصة، وإحنا دائما نقول لازم تصير خلال أول 3 أيام، وهي الـ Post Exposure Prophylaxis، هو العلاج والوقاية بعد الإصابة المحتملة. فعندنا window of 72 hours to intervene. فخلال ال3 أيام هذه أو الفترة دي نقدر نعطي العلاجات حقت اللي هي المضادات الفيروسات أو الأنتي ريتروفايرال الخاصة بالـ HIV، وأظهرت الدراسات إنه لها نجاح كبير في عدم حصول الإصابة. يعني ما بقول إنه حدثت إصابة وخلاص البني آدم مصاب واكتشفنا إنه عرفنا إنه هو مصاب، لا، هو شخص تعرض لخطورة عالية للإصابة لأي سبب كان، كان ممارس صحي، حدث له شك الدبوس بمريض عرفنا بعدين إنه هو مريض مجهول كان، وحدث شك الدبوس بشكل خاطئ وعرفنا إنه هو كان HIV positive. نبدأ الـ post prophylactic post exposure prophylaxis اللي هو PEP. فهذا كان أهمية الأعراض الأولى، وما نستنى إنه الأعراض الأولية تظهر، لأنه الأعراض الأولية تاخذ إلى حد شهر، وما ننتظر أي من الفحوصات إنها تصير بوزيتيف، لأن الفحوصات تحتاج وقت طويل. مثلا الفحوصات اللي تعتمد على الكشف عن الحمض النووي للفيروس تحتاج عادة 10 إلى 33 يوم. الفحوصات اللي هي تحتاج تكشف عن الانتيجين للفيروس او الاجسام المضاده، الانتيبوديز انتيجينز للفيروس او الاجسام المضاده في الجسم، جسم الشخص المصاب، او الكومبايند من الاثنين، تحتاج على الاقل مده 18 يوم. والانتيبودي تيست يوجوالي يحتاج اب تو عادة نقول لين حوالي 20 إلى 25 يوم لين ما تبدأ تصير بوزيتيف، فما نعتمد عليها بالمرة. بالنسبة للعلاج الوقائي بعد احتمالية الإصابة، للوقاية من الإصابة بالفيروس نرجع نفتكر طرق الإصابة بالفيروس. من أهم سبل الوقاية هو تجنب ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وكما أيضا من المهم جدا تجنب العلاقات الشاذة، لأن أثبتت الدراسات للأسف أنه مجرد وجود علاقات شاذة يزيد احتمال الإصابة بالنسبة للرجال حوالي 9 folds، والفيميل about 7 folds. أيضا استخدام الواقي الذكري إذا كان أحد الزوجين مصاب بالمرض، وهذا جزء من البروتوكولات اللي
تعتمد معتمدة من وزارة الصحة، ولها طريق، لها طريقة كونسلينج خاص للأزواج المصابين، وكيف نقدر نحمي الأزواج وحتى أطفالهم مستقبلا. عدم مشاركة الغير في استخدام الأدوات الثاقبة وأدوات الحلاقة، وبالطبع طبعا تجنب استخدام الحقن وما إلى ذلك. فهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية أصدرت حملة كانت لنظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب والإيدز، وبرضو نوهت جدا على حقوق المصابين وواجبات المصابين. فكان من حقوق المصابين المهمة جدا إنه لا يجوز لأي منشأة صحية أو جهات صحية تمنع العلاج عن المصابين، ما يصير، ويجب احترام حقوقهم والقيام بالحملات التوعوية والطرق الوقاية والحث على تجنب وحماية الأفراد والمجتمع أيضا. ويجب أن تقدم الرعاية الصحية للحوامل ولجنينها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حتى أو حرمانها أو حتى الضغط عليهم من عن إصابة، إنه لا يحط يعني لا تحمل أو ما إلى ذلك، لا يجوز. وعليه نظام مطبق إنه مخالف للأنظمة في المملكة العربية السعودية، وهذا حقوق، يجب حماية حقوق المرضى أيا كانت. فلا يجب إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب الإصابة أبدا. وأيضا تذكير برضو بأن الفيروس لا ينتقل في أماكن العمل وأماكن الدراسة والأماكن العامة مثل المطاعم أو المقاهي أو ما إلى ذلك، فلا يجوز منع المصابين من التعليم أو التأثير عليهم في عملهم أو فصلهم أو حتى معاملتهم بطريقة مختلفة. وسنت قوانين أيضا للإصابة بالفيروس من شخص مصاب تعمد إصابة شخص آخر أو عن طريق الخطأ أو ما إلى ذلك، ولها أنظمة قضائية واضحة للتعويض عن الضرر والمحاسبة. حقوق المريض يجب مراعاة الخصوصية والسرية، وهذا هو أهم شيء. يجب أنه يكون عنده نسخة من السجل الطبي أو اطلاعه في أي وقت، إعطاء المجال الكافي للإجابة عن الاستفسارات، تأمين الخدمات الاستشارية والدعم النفسي في حال الحاجة إليها، والإطلاع على تشخيص وآلياته، وأيضا من المهم جدا حق أسرة المريض المقربة، الزوج والزوجة والأولاد، الحصول على الكشوفات اللازمة. ومن حق الزوجة والزوجة معرفة إذا كان الطرف الآخر حامل للفيروس، ومعها يجي اللي احنا نسميه اللي هو الاستشارات الأسرية والاستشارات النفسية الكونسلينج. يوم الإيدز العالمي عدى، قمنا بشيء مشابه في جامعة جدة وقت المناسبة. فيوم الإيدز العالمي هو الأول من ديسمبر في كل سنة، وهو تعتبر بس فرصة مواتية للجميع للتذكير وللإجابة عن الاستفسارات، وفتح مجال للنقاش والتوعية عن مرض الإيدز والتعامل معه عن طريق الأفراد والمجتمع. شعار يوم الإيدز العالمي لعام 21 الماضي كان هو القضاء على أوجه عدم المساواة، هو وسيلة للقضاء على الإيدز. يعني بكل فخر المملكة قطعت أشواط كبيرة جدا في هذا الموضوع، والمساواة في العلاج بين الفقير والغني عندنا عالية جدا، العلاجات اللازمة متوفرة لمن يحتاجها أيا كانت طبقته في المجتمع. فالحمد لله احنا
بالنسبة للمشاكل اللي يمر بها المجتمع الدولي من عدم المساواة في الحصول على العلاجات، ما عندنا هذه المشكلة الحمد لله في المجتمع. هذا البوستر كان جدا ممتاز من صحيفة مكة عن اليوم العالمي للإيدز، عملته الأستاذة هدية الشريف، كان جدا جميل. بإمكانكم تقدروا تشوفوه في صحيفة مكة وتطلعوا عليه، وهو باختصار توعية كاملة من خلال بوستر واحد. كان في سؤال دائما أنا أسأله، هل ممكن إنه يكون في تطعيم للإيدز؟ الإجابة ممكن، theoretically possible. والسبب هو إنه لو رجعنا في حاجة إحنا نسميها نشوف الرد الفعل المناعي والحمل الفيروسي عند المصابين، بنشوف إنه في أنتي فايرال أكتيفيتي موجود من الجسم المصاب ضد الفيروس، لكنه ما يوصل لمرحلة إنه هو يقدر يتخلص من الفيروس. So there is an immune response, but the immune response is not strong enough to eliminate الفيروس. فآخر مستجدات الأبحاث وصار لها يعني نقول push مرة كبير ودعم جدا كبير، بسبب إنه التطعيمات، أحد التطعيمات تكنولوجيز التطعيمات المستخدمة الآن ضد كورونا وهو الـ mRNA vaccine، شركة موديرنا بدأت في الأبحاث هذه من عام 2015، وهي الأبحاث الميدانية كانت بدأت كمان من 2015، لكن الدراسات كانت بدأت من حوالي 20 سنة قبل، وهو الأساس اللي خلى التطعيمات كورونا تكون بشكل أسرع كبير، أسرع بكثير مما الناس كانت تتوقع. وهو ليس بسبب إنه الفيروسات كانت مستعجلة أو لم تدرس بشكل كافي أو ما يعني لم تمر بالتدقيق والتفحيص والتمحيص الخاص وهذا غير صحيح. هو اللي صار إنه كانت الدراسات بدأت بالنسبة للكورونا، بدأت بسارس واحد، سارس ون، أوائل الألفينات حوالي قبل 20 سنة، ومن بعدها التكنولوجي حق الـ mRNA كان موجود من قبل في اللاب، كنا بنستخدمه ونتعلم عليه من 90s تقريبا. فالأساس موجود من أول، وهو اللي خلى التطعيمات تحدث بشكل أسرع. التطعيم الآن موجود under study لساعه في phase 1، ومتوقع أنه هو ينتهي من phase 1 خلال سنتين، أعتقد أبريل 2023. والدعم المادي الكبير اللي حدث أثناء جائحة كورونا أفاد علم الفيروسات بشكل كبير. كان عندنا في بعض المشاكل كانت تقنية في الـ mRNA، ومن أسهل من الأشياء البسيطة مثلا كان عندنا مشاكل فيها إنه كان كيف كنا نقدر نحافظ على الميسنجر RNA ما يتكسر، أو يحافظ على الانتجريتي لما يوصل داخل الجسم. فالدعم المادي ساعد كثير، والآن عندنا مجرد إن نحطه في غطاء دهني بيحافظ عليها لما يبدأ يسوي الأكشن المطلوب. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لاستماعكم. أعتقد عندنا فترة لا بأس بها نقدر نجاوب على بعض الأسئلة، وتحت أمركم. تفضل دكتور شريف. شكرا جزيلا دكتور محمد على المحاضرة الشيقة والسهل الممتنع، هي على قد بساطتها ولكنها جدا عميقة. الله يعطيك العافية. وبطريقة سلسة جدا وباحترافية الأستاذ الجامعي. الله يعطيك العافية. قدرت حضرتك تاخدنا من الأول كده بهدوء وبالراحة لحد ما وصلنا
للتوب نوتش اوف تكنولوجي او ما وصل اليه العلم في هذا المجال. نشكر سيادتك جدا على الله يعطيكم التفصيل، العافية، شكرا شكرا، هذه شهادة أنا ولكن أعتز بها أظن بقى بروف. شوية الأسئلة لا لا أبدا، بالعكس، الأسئلة أنا الأسئلة أشوفها أهم شيء في أي محاضرة، دائما هو فكرة الأسئلة هي الأهم يعني. فالله يعطيكم العافية. ربنا يديك كل العافية وكل الصحة يا رب، ويزيدك علم وأخلاق يا رب دايما على طول بإذن الله، آمين. آمين يا رب، وياكم ونبدأ في أسئلة وياكم. الحضور إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. أول سؤال كان من الحضور، هل ينتقل عن طريق اللعاب؟ الدراسات أثبتت أنه هو موجود في اللعاب، لكن احنا نسميها الريسك ما هو عالي جدا، لكنه هل هو موجود؟ نعم موجود، كان وي ديتكتد ونعرف أنه هو موجود في عند شخص مصاب عن طريق اللعاب. يس وي كان، فالإجابة احنا نقول بالمختصر نعم ينتقل، لكن في لها تفصيل. يعني فالإجابة نعم، ينتقل بشروط. يعني نعم أيه. هو إحنا حتى يعني الانتقال المرض دائما، حتى لما مثلا ناخذ مثال كورونا الآن، لما نيجي نقول إنه شخص مصاب جلس مع خالة شخص غير مصاب وما انتقل المرض، ليش؟ هل هو ينتقل على طول لازم؟ الإجابة دائما لا، في ظروف، إذا استوفت الظروف كاملة الخطورة تكون أعلى ونسبة الإصابة تكون أعلى، لكن لما الظروف ما تكون كاملة فنسبة العدوى أقل. فهل هو ينتقل؟ نعم، الإجابة نعم، لكن بشروط زي ما تفضلت. منها الشروط المهمة، ما لم يثبت إنه هو انتقل إلا الآن، إنه مثلا في سؤال دائما كان أتسأله، هل هو بينتقل عن طريق الشيشة مثلا أو حاجة زي كده؟ بالضبط. ما للأسف ما نعرف إجابة، ما أقدر أدي إجابة صريحة كاملة، ما قمنا بدراسة على الشيشة بالتحديد يعني، لكن ما في إيفيدنس علمي عندي أقدر أقول نعم ينتقل تماما بالشيشة وهذا، لا. ما هل هو ممكن إذا طلعنا للحمض النووي موجود في اللعاب ولا لا؟ هو موجود، لكن هل يوجد بشكل كافي، وهل هو يتحمل ينتقل عن طريق ميديم تاني اللي هو الشيشة أو ما إلى ذلك؟ لا، الإجابة غالبا لا. طيب، هو الوقايه خير من العلاج، يبقى الواحد زي أكيد ما حضرتك أكيد تفضلت وقلت في الاول، نحاول نكون حريصين اكثر ما نسال، صحيح عندنا حرصه شديده جدا ليها. وده صحيح، ينتقل بينا للسؤال الثاني. بالضبط، تفضل. ينتقل بينا للسؤال الثاني عند الشك، وانا شكيت او لاي حد ان كان شك ان هو عنده لا قدر الله فيروس. السؤال بيقول ايه، متى يصبح الفحص ايجابي باستخدام الانتيجين والاجسام المضاده يعني بعد أي التعرض للعدوى؟ يعني بعد مده قد ايه ممكن نجري هذا الاختبار ونشوف هل هو إيجابي أم سلبي؟ طيب، الاختبارات أنواع، ففي عندنا اللي هو في كومباين تيست من الأنتيجين وأنتي بدي مع بعض نسويهم، ويحتاج عينة الدم، ما يمشي عليه عينات اللعاب أو ما إلى ذلك. هذا يعتبر من الاختبارات اللي هي تظهر بشكل أسرع ممكن من البقية، لكن هذه ما تطلع إلا عادة بعد على الأقل مدة 18 يوم أو ما إلى ذلك، يعني أسبوعين لـ3 أسابيع تبدأ تبان. يعني فعشان كده أنا نوهت كده بشكل كبير على إنه في حال كان في شك إنه حصل اتصال مباشر مع شخص مصاب، فالبروتوكول اللي عندنا اللي هو البوست اكسبوجر بروفيلاكسيس يحدث في اول 72 ساعة او 3 ايام، ما ننتظر لين ما يصير التست بوزيتيف بعد تقريبا 3 اسابيع. وثلاث ايام نعمل اختبار يكتر اي نوع من الاختبارات ممكن نجريه؟ لا، في 3 ايام ما في اي اختبار يكون بوزيتيف، ما في اي اختبار يعني يكون بناخد علاجات نقول مثلا وقائية استباقية وقائية. او نعم استباقية. نعم نعم تمام، صح مظبوط. نعم في برضه سؤال آخر، هو سؤال حلزوني شوية أو يعني tricky question. تفضل. متى يصعب الكشف عن الفيروس، ومتى يكون خامل، ومتى يكون فعال؟ يعني باختصار، هل ممكن في بعض الأحيان الفيروس يبقى موجود ولكنه خامل ولا يمكن الكشف عنه؟ يعتمد نوع الاختبار.
السنسيتيفيتي حقت الاختبارات تختلف. فبالنسبة للأنتيجين والأنتيباديز تيست، عادة السنسيتيفيتي حقتها أقل بكثير من النيوكليك أسيد بيست تيست. فما نقول إنه هو يكون خامل. الفيروس الإيدز الإصابة الأولية اللي تظهر فيها احنا نسميها الأعراض، الإصابة الأولية يكون في البيك، بعدين ينزل الحمل الفيروسي ويوصل لبلاتو ويكون موجود، أو يكون موجود ويجلس موجود ألين ما يصير destruction كامل للإميون سيستم specifically CD4، بعدها تبدأ اللي هنسميها العدوى السريرية. فخلال الفترة دي كل الاختبارات اللي عندنا تقدر كلها تقدر تكشف عليها، لكن السنسيتيفيتي يختلف من واحد لثاني. وعلشان كده احنا عندنا screening test، عندنا confirmatory tests. وأتوقع حضرات المستمعين عارفين يعني إنه في التست لما نعمله ديزاين، فwe have to put in mind the sensitivity وال specificity حق التست، والكريتيريا حق الاختبارات السكرينينج تكون highly sensitive as high as possible، مع ونتخلى شوية عن موضوع ال specificity في السكرينينج، ونترك موضوع ال specificity هذا لل confirmatory test. فالهدف من الاختبارات الفحص الأولية اللي هي screening إن إحنا نبغى نكشف أكبر عدد ممكن من غير ما نخسر ناس كتير، مع احتمالية وجود false positives نقدر نتخطاها في الخطوة اللي بعدها اللي هي confirmatory test. فالاختبارات nucleic acid based عادة تحتاج حوالي يقولوا من 10 أيام لشهر، لكن إحنا عادة نقول حوالي شهر. الانتيجين انتي بادي تيست الكومبايند عاده تحتاج 18 يوم، اسبوعين الى 3 اسابيع. الانتي بادي تيست بشكل عام عاده تحتاج الين شهر كامل تبدا تصير بوزيتيف بعد الاصابه. تمام خلاص. شكرا جزيلا دكتور فاضل. سؤال برضو اخر، هل المريض تحت العلاج معدي ام لا، وهل الاتصال الجنسي معه امن ام لا؟ طيب هذه فيها تفصيل. في أي مرحلة من العلاج مستوى الفيرال لود اللي موجود، الحمل الفيروس اللي موجود، الجهاز المناعي، مستوى الجهاز المناعي الحالي للمصاب، من بعدها نقدر نجاوب. هل وهذا اللي احنا دائما نقوله إنه للمريض تحت العلاج لو كان كنترولد، يعني زوجين، ناخذ مثال زوجين أحدهم مصاب لكنه controlled، والأرض أيضا الزوجين بيتبعوا كل سبل الوقاية، فنقول بإذن الله ما تحصل يعني إصابة، ما حيكون معدي تماما. لكن هل في chance؟ chance يختلف على حسب الحالة، على حسب الكريتيريا هذه اللي أنا ذكرتها اللي هي فين مكانه مرحلة العلاج، مستوى الجهاز المناعي والحمل الفيروسي اللي موجود. هذا كله يتأخذ مع بعض، وبعدها نقدر نحسب الخطورة، مدى الخطورة أو الريسك. فهو بإجابة شوية طويلة معلش. لا لا بالعكس بالعكس جدا. هو فعلا السؤال اللي زودت حاجة، السؤال بعض الأحيان إجاباته بتبقى خادعة، ولكن برضو زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان معرفه الشخص والمحاطين بيه بانه حامل مرض ما تعنيش ابدا انفصاله مجتمعيا والانسانيا، ولكن التعامل معاه بحذر والتعامل معاه بمنتهى الجديه. نعم. وايضا العيادات الموجوده الان الاستشاريه الموجوده تقدر تجاوب الاسئله، كان احنا نسميها كيس باي كيس، يعني يقدروا يراجعوا تاريخ المرضي ويشوفوا الحاله تماما، ويقدروا يعطوا التفصيل تماما في الحاله هذه. يعني تأخذ كيس باي كيس نقدر نقول. مظبوط. في برضو سؤال آخر، العلاج الوقائي إلى متى يؤخذ، أو إلى متى يستطيع الشخص أخذه، يعني اللي هو البروتكشن؟ هي الويندو اللي عندنا إحنا اللي إحنا نسميها الويندو بيريد. مظبوط. يعني إلى أي مدى نأخذه؟ هي 3 أيام هذا اللي إحنا بنقوله، لكن برضو الدراسات بتقول حتى لو فاتت 3 أيام نحن we will يعني as ممارسين صحيين we will take يعني push for the post exposure prophylaxis regardless إنه عدت 3 أيام أو ما عدت.
لسبب انه شيء احسن من لا شيء، لكن نذكر المريض دائما والمراجع انه والله ترى الويندو هو الاوبتيم كان 72 ساعه، اللي بعده يعني ان شاء الله يكون كافي، لكن وي هوب فور ذا بيست مو اكثر. تمام يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور فضل. وفي آمين يعني يا مش رب عارف وياكم. ان شاء الله اجابات كلها مستفيضه، وزي ما الله اتفضلت يعطيك. وقلت اي اجابات زياده او اي استفسارات زياده اعتقد الانفوجرافس حضرتك عرضتها او الملصقات كلها بسم الله ما شاء الله كافيه وافيه، وفي حال تقول اي استفسار زياده موجوده برضه. في سؤال برضه شيق جدا، كيف يتم معالجه الطفل المصاب بالايدز المنتقل من الام الحامل؟ يعني الطفل الانفنت الصغير ده هل نفس البروتوكول العلاج بتاعه إلى أيوة. حد كبير؟ لا، في بروتوكولات خاصة، يعني البروتوكولات الخاصة منها أول حاجة علاج الأم أثناء فترة الحمل، نتأكد إن إحنا نقلل الفيرال لود أقل شيء ممكن في أقصر فترة ممكنة، يعني منها كمان نناقش طريقة التوليد، ف هل هتكون ولادة طبيعية أو سيزيريان؟ هذه برضو إحنا عادة نقول لهم إنه نقدر إن إحنا نفضل إنها تكون سيزيريان، وحتى أسلوب السيزيريان يكون مختلف، بحيث إن إحنا نحاول قدر المستطاع إنه ما نخلط دم الأم مع دم الطفل مباشرة. فهذه في إحنا نسميها في ستيبس كثير نمشي عليها، ومنها كمان علاج للطفل من بعد الولادة، والسكسس ريت في سكسس ريت عالي، يعني في الحمد لله الآن أفضل بكثير مما سبق، ففي حالات دوكيومنتد الأم كانت مصابة والطفل سليم معافى اتولد، وحتى الرضاعة الطبيعية كمان كانت الرضاعة اللازمة تمت، والأطفال ما عندهم أي تريس من الفيروس. إلا آخر شيء أنا قريت عنه كان إنه حتى وصلنا في بعضهم 10 سنوات الآن عمر الأطفال، 10 سنوات و they are HIV free، ما عندهم. يعني ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ففي موجود، لكن برضو هذه أنا أقول it has to be done case by case، لازم نجلس ونراجع البارامترز حقت المريض نفسه، ونعمل خطة كاملة ابتداء من الحمل وخلال الحمل والولادة وما بعد الولادة. تمام دكتور، في برضو آخر سؤال موجود عندنا في الشاتنج روم، هل يتم عزل المريض؟ أنت حضرتك جاوبته في أثناء الديسكشن أثناء المناقشة، ولكن مفيش مانع نقوله مرة كمان بصورة مبسطة. أي ببساطة، ما ينتقل المريض المرض من مريض إلى شخص سليم إلا عن طريق سوائل الجسم، والتفصيل حقها عن طريق الدم أو عن طريق الاتصال الجنسي أو من الأم إلى طفلها، فهو لا ينتقل عن طريق الهواء، لا ينتقل عن طريق المصافحة، لا ينتقل في بيئة العمل أو في المدرسة أو في الجامعة، ما ينتقل زي كده. الفيروس ما ينتقل عن طريق التنفس، حتى ما ينتقل عن طريق النواقل المرض مثل البعوض وغيره، يعني على الرغم من البعوض بياخذ الدم من شخص مصاب ممكن يخلطه مع شخص غير مصاب، لكن ما ينتقل بيولوجيا، ما يقدر، ما ده يعيش. كان، ده كان سؤالي، كان والله سؤالي الثاني، الترانسميتد ديزيز عن طريق الانسكتس في زي إيه الملاريا او ال فمختلفة تماما، نعم. تمام. الأمراض اللي تنتقل عن طريق نواقل المرض مختلفة، والإيدز ما هو واحد منهم، ليس واحد من هذه الأمراض، مش زي الدنجي فايروس مثلا. لا أبدا، لا ما هو زي حمى الوادي المتصدع ولا الملاريا أبدا، ما هو نفس الفيروس، ولا هو زي ال إيش اسمه ده، استغفرك اللهم وأتوب سارس، إليك، الزيكا أو يس السارس ازيكا ينتقل، فايروس، إيه سارس ازيكا السارس في ينتقل عن الهواء، طريق الهواء، الهواء السارس عن طريق الهواء، الزيكا عن طريق نواقل المرض مظبوط. البعوض. تمام دكتور، في سؤال برضو حضرتك جاوبت عليه بس مفيش معنى نقوله تاني، does breast feeding safe if the mother is infected by the HIV؟ case by case we can
أول حاجة treat the mother ونشوف الريسك، هل الريسك اللي موجود يتحمل إنه إحنا يعني we advocate for breastfeeding أو we will advocate for bottle feeding. هو يعتمد طبعا، لكن هو ينتقل عن طريق breastfeeding documented yes it can، بس بشروط. فبرضو ناخدها كيس باي كيس، وما نقدر نمنع الأم من حضانة ورضاعة طفلها نظاما، لكن العلاجات موجودة لتخفيض الريسك، لأنه يعني هو زي ما نقوله إنه ميزان نبى نوزن. الطفل حيستفيد جدا من الحليب الطبيعي والرضاعة الطبيعية والحضانة الأم، وفي خطر من انتقال المرض، فإذا احنا قدرنا we eliminate الخطر ولا مانع انه هو يستفيد، لكن إذا ما قدرنا نزيل الخطر فالأولى انه هو ما تتم الرضاعة الطبيعية. تمام دكتور الفاضل، ربنا يبارك في حضرتك. والوقت طبعا نفذ مننا مع ان اللقاء شيق جدا، وانا شخصيا عندي والله اسئله كثيره كثيره كثيره، بس الوقت فعلا لا يستدعي ان اقولها، ولكن كده في عجاله صغيره كده نشكر سيادتك جدا على هذا اللقاء الممتع وهذه تلبيه الدعوه الكريمه. نشكر الجمعيه السعوديه للكيمياء السريه على استضافه هذا اللقاء، ونشكر معايا البرج برضو هو الاخر لاستضافه اللقاء مع حضرتك، وان شاء الله اوعدنا سيادتك بلقاءات اخرى بإذن الله. ننهل فيها من غدير علمك اللي حضرتك بتفيد علينا. الله يعطيكم العافية والله، يعني أسعدتوني بالدعوة، شكرا لكم على التنظيم وشكرا للحضور. أتمنى أنه كانت محاضرة لطيفة ومفيدة للجميع وممتعة. شكرا لكم لكرم الضيافة، وشكرا للجمعية السعودية للكيمياء السريرية، وشكرا لمختبرات البرج على التنظيم، وجزاكم الله ألف خير. شكرا، بارك الله فيكم دكتور، وشكرا للساده الحضور، وشكرا لامتاعكم بينا، ونسعد بكم المرات القادمه ان شاء الله. ويا دكتور محمد يستضيفه مره اخرى باذن الله في محاضره شيقه وننهى من علم حضرتك. الله يعطيكم العافيه، كل خير، وربنا يوفقك دكتور. الله يخليك، بارك الله فيك دكتور الفاضل، يستر جميعا بكل خير. تمام، على السلامه. في امان الله. السلام عليكم. مع السلامه.